يا رب يا رب يرزقكم قد معكم وخير يا الناس. يا رب خلق بيت مفتاح الشقة كمان. الله يرضى عليكم يا رب تحل عليكم ويباركهم. هلا بالمنام هلا بالأخر. أبو سعيد متبرع جديد في الصدارة. نعم ما شاء الله. 12,000 دولار. أبو سعيد متبرع جديد في الصدارة. هدول بالعادة بيتغلفوا بيكون في بقلبهم هدايا، بس للأسف هلأ فيهم أدوية. خير يا جماعة، 4 أكياس هدول بس جزء من الأدوية اللي محتاجها هذا الشاب اللي تصاب وهو عم يسعف ناس عايشين بخرابة هون. لا وضع يعني الإنسان العادي صعب عليه كثير، خصوصا أمور الحمام والتواليت وكل شيء. صح. يعني مثلا كنا ببيتنا قبل النزول، الحالة ما بتعتمد الأهل نهائيا. بالكرسي أنا وضع الكرسي الحمد لله، يعني ما بحسد حدا، بحس حالي أنا أفضل من الطبيعي. أنا ماني عايز مساعدة حدا. الله يقويك. إيه بس موضوع النزول يعني هلق شوف هذا الغطاء هذا بتشيل تراب. تحته تراب. تراب. جت قذيفة تاني وراي. صار شظايا عندي بالفقرة 12 هاي الصبري فورا عملت لي شرم منها. كان بالبداية يعني بده يصير وفاة يعني 24 ساعة. الحمد لله رب العالمين ما رحت 24 ساعة نزلت حس لتحت هون. هلا الحمد لله أفضل شوي بس ما في إحساس يا يابا. هذا قضاء الله الحمد لله رب العالمين. ضربوه بدبابي من اكتشفوهن كانوا 2 قذيف الدبابي ضربوهم يعني هد عليهم الحيط في حيط ايه ونشل ونشل وهذا كان كسرت اجره طاب هذا كمان غير ضيعه بس ابني شنو طالعوا له شظايا من ظهره وضللت باقي كله على عمود الفقري ما بيطلع وشهيد كمان طلع بدي يتفرج على الدبابات اجيني على الضيعه لا كمان ضرب مستشهد طب شو محتاجة أكتر شيء خالد؟ خالد نحن جايين لنساعدك احكي لنا شو محتاجة؟ محتاجين سكن سكن السلام عليكم شلونك يا عمي؟ السلام عليكم شلونك يا عمري؟ السلام عليكم. السلام. 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 خالتي نحن زرناكم من كم يوم وجبنا هيك شوية أدوية لنزار. إيه. فهلأ جايين بدنا نرجع نسحب الأدوية يعني. كنت سامحونا لأني عنا قسم المراقبة والتقييم يعني أصر إنه يشوفوا نزار. إيه. فقلنا لهم. حقهم. إيه والله هاي صايرة الإجراءات هيك صايرة يا خالتي. يعني فمعنا سيارة. إذا بتروحي معنا خالتي أنت ونزار منشم هوا ناخذ هالولاد شالتنا نص ساعة ولو عذبناك يا خالد بس هيك تعرفي هاي الإجراءات تتأكدوا جهز حالي لك ايه يلا أنا بساعدك أنا جاهز أنا جاي مشان أساعدك بس المراقبة هن بيحبوا المكدوس كثير فإيش رأيك هيك نهديهم مطربين مكدوس يعني من نقول رشوة جديدة والله على عيني يا خالتي هلا نهديهم اياها هديه ها يعني عرفتي علي خالتي قد معكم وخير يا الناس يا رب خالتي بيت مفتاح الشقة كمان
تحن عليكم وين ما رحتم، والله يحرسكم ويخليكم لأهلكم ويخليك لأمك ويخليك لأمك. الحمد لله يا رب، الحمد لله. أنا مآمن قضاء الله وقدره، والله فرحت كبير. ما نسيت هلا بالمنام إلا بالأخرى. الحمد لله. الله يكرمك يا فاني، أنت بسرعة الوالد. الله يرضى عليك. في طريق حياتك القصير بتقابل انت ناس كتير، بضحكة صافية كتير تغير، بكلمة قلبي فرح يطير. بس انت مد ايديك غيرك مستنيك، بس اوعى في يوم تستخسر. اللي عايش بين الناس و